العبيب ليه ورشه هي وزن ادري عادي نزل ادريعه يعني الضبيب 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 وزن ادريعه ولا ما دام قال ابو حسان ما اقدر اقول شيء ليه وانت تقدر تقول شيء لا والله ما اقدر اي انتبه وجود ابو حسان والله ما نقدر نقول شيء لا ابو حسان قال شيء انتبه عاد ما في ترى بعد الشخصيه المدلقمه هذي المدلقمه هذي الله يوفقه ويسعد الدنيا ويوفق الجميع امين هذه قصه بين اخوين اسلم بين ايش بين اخوين اخوين هذا الاخوين واحد ما شاء الله اموره الماديه زينه والثاني لا والله متواضع اموره الماديه وعايشين لهم فتره هذا عنده عيال وذا عنده عيال اراد الله ان هذا ما شاء الله اللي الله احواله زينه بنى له بيت وفخم وزين وعنده ما شاء الله ارزاق هذا عايش بويت صغير أخوه الثاني اللي ما توفق في الدنيا بيت صغير وعنده عيال وضيقت عليها الحال المهم جاء يوم من الأيام جاء الأخو هو الأخوه اللي أموره ما هي مرة هو الصغير اللي أصغر من اللي أموره زين أسلم جاء لما قال والله يا أخوي أنا البيت ضاق علي وأبيك والله تفزعلي أنا ببيع البيت وبيك بس تسلفني سلف او تديني اشتري لي بيت في او زين حول بيع اخوه او سع حول اخوه يبي حول اخوه قال والله انا ما عنديش أنا بخيل صحيح بخيل بما تحمله الكلمه من معنى البخل بخيل ما يستطيع يطلع القرش حتى عياله يلا يعطيهم صلى الله السلام المهم زوجة التاجر ذا اللي الله منع من عليه تسمع وهي في المجلس حاطت اذنها تسمعهم وهم يتحاجزون المهم اعتذر له وطلع الاخو الصغير يوم طلع وتجيك الحرمه لرجلها قالت يا اخوي هذا اخوك ما تستحي لوجهك جايك اخوك انت المفروض تشري له بيت بدون ما تسلفه ولا تدينه اشتري له بيت قال والله انا ما هذا اخوي يروح يدبر عمره قالت شوف لك الخيارين يا اجلس عندك في هالبيت وتروح تشري له بيت كفو عليها يا اني اطلع الحين واروح لاخوي ولا طيبة. ما اجلس عندك انت طيبه هذا إيه حرمه طيبه صراحه وتبي تنفع هو تبي تنفع رجلها ما في شيء تكسب اجر قال لا وش تطلعين وما ادري وش يقول من بخله يخاف ما حتى مو قادر يتزوج مره ثانيه اي ما يستطيع يطلع القروش قال لها لا يا بنت الاجواد اجلسي قالت كيف ما عندك الا واحد من الخيارين يا انا يا اخوك تساعده قال تدري ابى اساعده والله يزعم على اخوه قال راح يشتلك بيت واللي ينقص عليك تراني بازودك اياه راح وش دور ذاك البيت حول اخوه وشراه ونقص عليه حول 600 ألف ما شاء الله ناقص 600 والله يوم هذا قال كم ناقص عليك قال والله ناقصني 600 ألف أبيك تعاوني قال هذه 600 ألف ما شاء الله والله ويعطيه إياه ويسكن ويوم هذا درى الصغير أن الزوجة هي اللي لها جاء لأمها وشكرها والله عافيت يا بنت الأجواد ما قصرتي قالت مريضي ريض تروح لأمها قالت أخوك مديون ب300 ألف عاطه 300 ألف وهي بس عشان يفرش ويصلح ويزين بيته قالت كثرتي علي خلاص وما قال لي إلا 600 قالت عاطه 300 وإنسانك خايف حطها علي أنا أسدد عليك ما شاء الله عليها والله والله ويروح ويعطيه 300 وتصير الأمور زينة بيناتهم والله وفقهم وأعطاهم على يعني الحمد لله صارت المرأة دي سبب في صلاحها صارت سبب في طيب الحرمة الطيبة سبحان الله العظيم نشهد. لها يعني تأثير على حتى على رجلها على أخوها على أبوها على الناس القريبين حولها شفها شلون قامت مع أخوها أخوه رجلها وهو ما يقرب لها ولا شيء وتقدر تقول ما تقول له جانب يدخلني لكن طيبها وطيب منشاها وطيب أهلها معدنها ما يعني أثر عليها بحيث أنها تأثر على رجلها ويساعد أخوه لا ويمكن لها بعد غاية لعل الله عز وجل أن يفتح عليه ويصير كريم يا سلام ينطلق أن الله عز وجل نعم 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 والله أنا بعد جيد اللي دفع المبلغ ذا عاد حطيت لي أبيات في هال أسلم أقول
كلنا نخطي ولا فينا معصوم، والعذر من بعد الخطأ شيء ملزوم، يشرح الخاطر كلنا نخطي ولا فينا معصوم، والخطأ وارد من صغار وكبار، والعذر من بعد الخطأ شيء ملزوم، يشرح الخاطر سلامك واعتذار. العذر يا ناس من زين السلوم، اعتذر بعد الخطأ دون انتظار، العذر يبغى قوة وصبر وعزوم، العذر موية تطفي الحر والنار، خص اللاج العذر وافي يدوم، يشرح صدور انتقاده بالشرار، ويقطع مصادم ويقطع كل لوم، وينزاح غل من القلوب وكل ثار، وحنا لنا مع ديننا تقاليد وسلوم، تماشي الإسلام والناس الأطهار، وخوك لا جالك يبي حاجة ولزوم، افزع معه لا تسأله ليش وش صار، لا تصير من أجر الوصل منه محروم، ترى الوصل ما يفعله غير الأخيار، ما دمت قادر تفعل الخير في يوم، سوه مع أقرابك ولا إياك تحتار، وترى النساء فيهن كريمات وقروم، في فعلهن زادا على واف الأشبار، تفزع بمال أو راي أو نصح وعلوم، وتفتح دروب الطيب مع زين الأشوار، واقسم لنا يا رب من الخير مقسوم، ونسوي الخيرات في كل مضمار وسلمتك. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، صح لسانك. يسعدك يا ابو طلع، الله يسعد الجميع. داخلة خير على الأسرة، ما في شك. الله يبارك.